مكملين صباحنا معكم وانت قلنا لاخر فقراتنا لليوم لحتى نحكي فيها كمان عن الاطفال والاتيكيت بالتعامل. اليوم كلنا كبشر في طريقه للتعامل، كثير من الاشخاص ممكن تطلب منك طلب ولكن باسلوب ما يعجبك او ما نو حلو، ولكن شخص ثاني ممكن يطلب منك طلب اصعب منه ولكن باتيكيت وباسلوب كثير حلو فانت توافق عليه فورا. فكيف اليوم فينا نعزز هي القيم الأخلاقية عند الأطفال وندمجهم بالمجتمع عن طريق الحب والاحترام لكل شخص بيتعاملوا معه اليوم، كمان بنفس الوقت عن طريق الاتيكيت بالتعامل. أكيد يا عفاف، لأنه الأطفال هنن دايما صورة عن البيئة اللي عايشين فيها طبعاً، وعن الأسرة، فالأسرة اليوم مسؤولين عن هذا الموضوع لحتى يغرسوا القيم الأخلاقية عند أطفالهم، وأكيد فن الاتيكيت أكيد اليوم في علاقة بيناتهم رح نوضحها، إن كانت بتعامل الأطفال بطريقة كلامهم مع الأشخاص اللي حواليهم أو بطريقة الحديث أو يعرفوا كيف اليوم يميزوا بين الصح والخطأ. موضوع تربوي كتير مهم ونصائح رح تخبرنا عنها ضيفتنا أكثر لحتى نتعرف على هي القيم وقديشها بتساهم بتشكيل القيم الأخلاقية والصفات الحسنة عند أطفالنا لتنميهم بشخصياتهم أكثر بالمستقبل. خلينا نتعرف أكثر على الموضوع، بسعدنا أن يكون معنا لليوم الأستاذة نغم طربي اختصاصية تربوية. صباح الخير. هلا كلام وانتي بخير أستاذة. وانتو بألف خير. كلام وانتي بخير. بداية خلينا فورا هيك، يعني اليوم ممكن المشاهدين يقولوا شو يعني اتيكيت أطفال وكيف تماماً بدي أنا أعلم ابني الاتيكيت؟ ما بكفي الدراسة والتربية والأكل والغذاء والصحة واللايف ستايل اللي لازم اتبعه معه لسه كمان اتيكيت، فكيف نحن اليوم خلينا نوضح أول شيء للمشاهدين شو يعني اتيكيت للأطفال؟ موضوعنا جدا مهم. صحيح. فورا لما بنحكي اتيكيت بياخذ لبالنا الشوكة والسكينة، طريقة تعليم الطفل الأكل، وممكن مثلا إذا سمعنا حدا عم يحكي حديث دخل كم كلمة إنجليش فورا بنقول واو إنه حضارة هذا تطور أو رقي. موضوع أبدا ما هو هيك ولا متعلق بموضوع فقير وغيره أو بالأسر اللي معه مصاري وعنده رفاهية عالية. الاتيكيت هو عادات وتقاليد موجودة عنا، هي أداب سلوك، هي أداب حديث، قيم، خصال حميدة، كلام راقي وموزون بالتعامل مع الأشخاص الآخرين. يعني دائما هي مأخوذة، هي كلمة فرنسية مأخوذة من كلمة تيكت، هي المعلومات الموجودة على هذا التيكت إنه نحن ما نطلع عليها قبل القيام بأي عمل بدنا نقوم فيه، لكن هو بالأساس موجودة بتقاليدنا بعاداتنا نحن ما تعاملنا معها بشكل صحيح أو ما وصل عنا المفهوم بشكل صحيح. في أكثر من نوع من الاتيكيت، وأهمها بدنا نحكي هو اتيكيت الأكل، اتيكيت المشي، الكلام، الجلوس. أهم شيء هو الاتيكيت الاجتماعي واللي بيضم طريقة التواصل مع الآخرين أو فن التواصل مع الآخرين، فن الرد، كيف أنا بدي رد لما أكون أنا معصبة مثلا أو لما أكون مزعوجة، طريقة حل المشكلات، كيف أنا بدي أتعامل مع الشخص اللي قبالي، كيف بدي يكون معه. فكلها هي، فلهذا السبب بنقول الاتيكيت الاجتماعي هو أهم شيء بالحياة. منصادف كتير أشخاص بحياتنا للأسف ما عندهم أسلوب بالتعامل، أو خلينا نحكي نحن قلنا أخلاق، قلنا عادات تقاليد صحيحة، نشوف أشخاص متعلمة عندها أخلاق عالية لكن ما عندها فن الإتيكيت، بمعنى ما عندها قدرة للتواصل مع الآخرين. لما بتكون موجودة بمجتمع كبير ما بتقدر تتواصل معهم، ما عندها إدارة صحيحة لفن الحوار. فلهذا الشيء هن بيكملوا بعضهم، ما بيكفي الأخلاق أو الشهادة الأكاديمية اللي عم يتمتع فيها، بهمنا كمان الشخص يكون عنده فن بالتواصل مع الآخرين. هذا الشيء نحن للأسف عم نشاهده، بدنا نحكي بشكل واقعي وصريح طبعاً. مع بالمدارس خلينا نحكي أو أي مكان مثلا أنه رحنا عم نزوره أو دائرة عم نعمل شيء معاملة، منشوف الأشخاص اللي نحنا دخلنا لعندهم هن ما عطونا اهتمام، كأنه هن استلموا الدنيا. أو منفوت على مدرسة بدنا نسأل على أولادنا، منشوف أنه الأشخاص المسؤولين عن هدول الأطفال كمان نفس الشيء ما عندهم فن بالتواصل واللي هو احترام الغير، ما عم نشوفه. طب أنا كيف بدي أعلمه لابني إذا هو أساساً مو موجود بشخصيتي؟ الطلاب الموجودين بهذا المكان هن عم بيقلدوا
الأشخاص الأكبر منهم، فأنا إذا بدي أشوف المسؤول عنهم هو ما عم يحترمني بالتعامل أو بطريقة اللقاء، ما عم يحترم الأطفال الصغار، فهون نحن هذا الشيء عم بيسبب خطر علينا وعلى أطفالنا وعلى كتار من يعني الناس. يعني كمان القصة مو بس دور الأهل هو المسؤول عنه، كمان أكيد دور المعلمين أكيد والمسؤولين. تماماً، أنا كتير حلو طفلي لما وصدقاً إنه اللي موجود بمجتمع الأطفال، إنه أنا عندي بالروضة بعامل الأطفال كأنه حدا كبير موجود. يعني بمعنى انه انا لما بدي اجي مثلا، انا بيجي طفل صغير ما بضلني مكاني، حلو انا بقابله بابتسامه، بصافحه، بضمه، بعامله على انه هو حدا كبير موجود. نحن ما عندنا اياها هي الثقافه، انه طفل صغير بفوت على الغرفه وبيطلع او بفوت على اي مكان انه خلص صغير، خلص خليك مكانك. يعني هذا الشيء الغلط اللي نحن عم نتعامل معه. طيب اليوم يعني خبرتينا بشكل عام عن فن الاتيكيت، شكرا لانك كمان ضويتي على الفرق اليوم بين الاتيكيت وبين شوفة الحال والفوقيه اللي كثير من الاشخاص يمكن ما يقدروا يفرقوا بهذا الموضوع. طيب اليوم استاذه نغم، مرحله الطفوله مرحله كثير حساسه وصعبه بخصوص موضوع التربيه، وعم نحكي عن فن الاتيكيت اليوم. يمكن لما بدنا نزرع اي شيء عند اطفالنا من قيم او من فن التعامل مع الناس، هذا الشيء يمكن بحاجه لوقت، بحاجه لطريقه تعامل، بحاجه لسن معين عند اطفالنا. شو بتنصحي اليوم باي عمر انا بقدر اليوم علم طفلي فن الاتيكيت، خصوصا انه احنا عندنا فروقات فرديه بين الاطفال؟ عندك العصبي، عندك العنيد، عندك الطفل اللي ما بيتقبل شيء. خبرينا اكثر شو في الموضوع. بالبدايه بدي اقول انه الكلام هو راس المال. في كثير ناس الكلام عنده راس مال حقيقي، يعني الشخص اللي بيكون موجود عم ينشر طاقه ايجابيه، في عنده تفاعل، عم بيعطيكي سعاده، هذا هو راس مال حقيقي. لازم نحن ودائما بنحب نكون قريبين من هذول الاشخاص، على عكس في اشخاص بتشوف فيهم انه لا، انه انا ما بدي اتعاطف فيهم لانه ممكن ينقلوا هي الطاقه السلبيه لنا. طبعا علم الطاقه علم واسع وكثير ما بدنا ندخل فيه. الطفل لما بدي أبدأ علمه هاي الأشياء ببلش من هو وصغير، لكن بأول 7 سنوات بعمره صعب كتير، صعب كتير إنه علمه عن طريق التلقين. التعلم عم بيصير عن طريق التقليد وليس التلقين. بمعنى انه طفلي عم بيقلد حركاتي، تصرفاتي، ما بطلب منه يكون هادي وانا عم عيط، ما بطلب منه يكون حنون وانا قاسية مثلا على طفلي. كل شيء تصرفات انا عم بعملها احسب تصرفاتي، لانه هو عم بيقلد هذا الشيء. الجمله العصبيه عند الطفل لعمر 7 سنوات بتكون هي مو مكتمله، لهذا الشيء نحن بنقول توجيهاتنا ممكن ما تعطي نتيجه 100%. الافضل انه نحن نمثل او نعمل، لازم انا احترم اللي اكبر مني لحتى اعلمه الاحترام، لازم اكون لطيفه لحتى يكون هو لطيف، لانه عنا اطفالنا اليوم ما عاد فينا نجبرهم على شيء مثل الاول. بالاول كان في قسوه بالتعامل مع الاطفال، اليوم انا اذا بطلب من ابني الاحترام وانا ما عم بشوفني ما عم بحترم اللي اكبر مني، فورا بيقول لي انه انت ما عملتي هيك، انت ما سويتي هيك، انت بتساوي، يعني فورا بيعطيكي شيء عكس ما انت عم تحكي، ما عاد فيكي تضحكي عليه. فلهذا الشيء دائما نحن نتصرف بطريقه صحيحه، نبدا من حالنا، نربي انفسنا قبل اطفالنا. صحيح. لانه هن وعاء كبير، وعاء مغناطيسي عم ياخذوا منا كل شيء. وطبعا الموضوع ما بيقتصر على الام والاب بس، كمان العائله الكبيره من عمات، خالات، مثلا الجد والست، كلهم هذول هن المسؤولين عن هذا الموضوع. نعلم الطفل أن يبدأ بكلمة من فضلك، إذا سمحت، ينتهي بكلمة شكرا، يعطيك العافية. هي الكلام إلى وقع كتير جميل على نفسية الأطفال. الموضوع ما بينتقص من قيمتي أنا كأم إذا طلبت من ابني بكلام من فضلك أو بكلام بطريقة أو بأسلوب صحيح. خلينا معلي، خلينا كل حدا يبلش من حاله لنرتقي بهذا المجتمع. لأنه إذا أنا بدي هذا الموضوع مثلا أنه لا خلص يلا بعدين، بعد كذا سنة أنا ببلش مع طفلي، بأجل. التربية ما بدها تأجيل، التربية من أول ما الطفل بيوعى، من أول ما بيبدأ يكتشف، من أول ما بيبدأ يطلع للعالم الخارجي، أنا لازم وجهه بطريقة صحيحة.
لكن أعرف كيف بدي واجهه، شو هي الطرق وشو هي الأساليب لحتى واجهه بشكل صحيح. ذكرتي موضوع كتير مهم نغم اليوم، يعني كتير من الأهالي منشوفهم بيتصرفوا تصرفات وبيعملوا أخطاء بدون قصد، فالأطفال هون فوراً بيلقطوا هاي الأخطاء وبصيروا هون يتصرفوا. ونحن اليوم ما فينا كمان نحكم على المجتمع والمجتمع الخارجي اللي برا البيت ونكون كمان دايرين عيوننا عليه وعم نراقبه ونقول له تصرف هيك مشان طفلنا ما يتعلم منه. كمان يعني مسؤولية هذا الشيء، بس نحن علينا من حالنا اليوم أكبر الأخطاء يعني ممكن تكون مجهولة أو نحن ما بننتبه لها، نتصرف قدام الأطفال نحن ولا بالعائلة إن كان الأب والأم ولا العائلة الكبيرة، أخطاء يعني كبيرة بس هي بدون قصد أو تماماً منتبهين إنه هذا الطفل عم ينتبه ويلقط كل تفصيل صغير. تماماً. الشيء اللي نحنا دائماً منبلش فيه إنه أنا دائماً بخبر الأهالي عطوا مساحة أمان لأطفالنا. طيب هو سوء فهم هي الأمور هي اللي عم بتسبب لنا مشاكل. هنا أنا بياخدوا عطي مساحة أمان لأطفالي إني أنا خلص بخليه يعمل اللي بده إياه بدون ما واجهه، بخليه يساوي مثلاً الشيء اللي عم نشوفه إنه ابني بعده صغير يلا خليه يحكي كلام خارج عن نطاق الأدب، خليه يلا روح اضرب عمه، روح شوف تيتا مثلاً، احكي هي الكلمة لأنه المخارج عم تطلع كتير مهضومة، وبعد كذا سنة هذا الشيء بيصير له تأثير كتير كبير على نفسية الطفل قبل نفسية الأهل. نحن خلينا نبلش معلي نبلش بهي الأسس من هو وصغير. لهذا الشيء نحن عم نرتكب أخطاء، يعني عدم معرفتنا بهي الأمور وبهي المفاهيم الصحيحة عم بتخلينا نوصل لأماكن نحن ما بدنا إياها وما منحبها. حتى الطفل بيكون مهضوم هو وصغير، لما يكبر بيصير اللي حوالينا بيأثروا علينا إنه شوفوا صار هذا الولد مثلاً غير مؤدب، إنه شوفوا تصرفاته صار كتير غليظ مثل ما نحن بنحكي. لا لحتى نحط ابننا بهي المواقف، خلينا نبلش معه من هو وصغير، نحكي نوجهه نساعده لحتى يرتقي لمكان نستخدم يكون في عنا ثقافة بلغة الحوار، نفتح أبواب. الأم والأب هن بوابة الدنيا بالنسبة لأطفالهم، نكون ومثل ما بيقولوا من شب على شيء شاب عليه. فنحن نعتمد هاي المقولة لحتى أطفالنا فعلا يكونوا ناجحين بالمجتمعات. في أهالي بتجي بتقلي إنه أنا مثل ما تفضلتي حضرتك إنه نحنا طيب أوكي طلعوا الأولاد وشافوا وسمعوا، طب ممكن هذا الشيء أثر عليهم. أنا ما في أحكم مجتمع، أنا أسست صح، زرعت بطريقة صح، عطيت مبادئ وقيم صحيحة. الطفل حتى لو طلع رح يجرب ويأخطأ ويكتشف، لكن رح يرجع للشيء الصح اللي هو تربى عليه. صحيح. وطبيعي يجرب وطبيعي يشوف ويسمع وممكن يقلد تصرفات خاطئة، لكن بالنهاية رح يرجع لشيء اسمه تربية صحيحة. لهيك لازم يكون يمكن في تواصل أكثر وتقرب بين الأطفال وأهليهم، أي شيء ممكن يسمعوا أو أي شيء يمكن عندهم استفسارات يخبروا أهليهم، أهليهم أكيد يصححوا هي الصورة. أستاذ زينغام، يمكن بما أنه عم نركز على الأخطاء الشائعة اليوم بهذا الموضوع، من الأخطاء يلي منشوفها أكيد هي موضوع المعايرة والمقارنات بين الأهالي، اللي بتكون مثلا بتقول له للطفل ليك ابن خالتك مؤدب، ليك رفيقك كيف تصرف، ليك اللي يكون مثله، يعني هي الكلمات بتلاقي في أشخاص أطفال ما بتتقبل هذا الكلام. قد ايه هذا الشيء بيأثر سلباً عليهم وعلى طريقة التربية؟ لا الكبار ولا الصغار تماماً بيتقبلوا هذا الموضوع. دائماً كل إنسان وكل حدا فينا بحب يكون حدا مميز له شخصيته أكيد. المستقلة بعيداً عن المقارنات. أنا لما بدي قارن طفلي بقارنه بنفسه قبل وبعد. تمام. بوجه رسالة لكل الأهل وخلينا نضوي على هذا الموضوع كتير ضروري، إنه عن جد ما نقارن، لأنه هذا الشيء عم بيأثر على نفسيتهم، على نفسية صحيح. أطفالنا، وهذا الشيء كتير كتير خطأ يعني، وبيولد مشكلة كبيرة بمجتمعنا. فالأفضل ما نقارن لا حدا لا الأطفال، لا مثلا أنا قارن شغلي بغيري، الأطفال اللي موجودين حوالينا. فكتير حلو انه نبدا من انفسنا لحتى ننقل هذا الشيء لاطفالنا. صحيح تمام. اليوم يعني
كثير من الاهل ممكن انهم كمان ما يركزوا كثير باطفالهم يتركون على راحتهم مثل ما حكيتي حتى لبعد فوات الاوان انه يشوفونهم يتصرفوا تصرفات ما منيحه او يحكوا حكي ما منيح كمان بنفس الوقت بيقول لك اتركه انا مشان تطلع شخصيته قويه ما بدي اكسر له شخصيته من هلا ما بدي امنعه عن شيء ما بدي اقول له شيء لا معلش يطلع هيك احسن ما يطلع مقموع الشخصيه او ضعيف الشخصيه حتى لو على غلط وكثير عم نشوف هاي الحالات. تماما وهذا ما حضرتك حكيتي انه خطا ونحن عم نستمر بهي الاخطاء لانه ما في عندنا وعي تماما ما في عندنا وعي ما في عندنا تفرقه بين التربيه وبين الانسان يكون شخصيته قويه وبين المتمرد بين التنمر التمرد مثلا الشيء اللي عم نشوفه بوقتنا الحالي انه انا برفع شوي صوتي خلي اللي قبالي يضعف او بيعتبروا انه الوقاحه عند الطفل هي قوه شخصيه لا ابدا وهذا الشيء الغلط لانه ما في عندهم ثقافه الاهل ما عندهم ثقافه كامله بتربيه اطفالهم نرجع لنفس الموضوع باي مشكله عم نعانيها مع اطفالنا عم نعانيها من الاشخاص الموجودين حوالينا هي اساس التربيه هي اساس سوء التعامل او ممكن الادبيات بتكون مختله عندهم او طريقه توصيلها للطفل بتكون هي ما أنا صحيحه لهذا الشيء نحن بنشوف بوجه طفلي بعلمه انه انت تكون حازم بتصرفاتك تواجه أخطائك بطريقة صحيحة تواجه الأشخاص بقوة بحزم لكن ما تتعدى على حدا كل حدا بس يبلش بهي الطريقة أكيد رح يكون مجتمع ناجح ومجتمع نرتقي فيه للأفضل صحيح يمكن كمان أفلام الكرتون اللي بتابعوها الأطفال اليوم إن كان فيها رعب أو أي شيء اليوم بيأثر كمان على الأطفال وعلى طريقة تعاملهم بالحياة تترك عندهم صورة وانطباع هذا الشيء يمكن بيكون مخالف للبيئة اللي هنون عايشين فيها واكيد كمان دور مواقع التواصل الاجتماعي الفيديوهات اللي بيتابعوها الامور اللي بيشوفوها خلينا نوضح في اثار سلبيه لازم ننتبه اليوم الطفل طبعاً. هو شو عم يتابع لحتى نوجهه توجيه صحيح اكيد المراقبه عن بعد شيء كثير ضروري وكثير مهم الاجهزه الالكترونيه هذا كثير حكيت عنه موضوع كثير خطير بالنسبه للاطفال وخصوصا انه نحن اذا اعطيناهم ساعات طويله معلي ما امنع طفلي لانه كل شيء ممنوع مرغوب لكن احدد له الساعات واعرف كيف بدي ادخل هي البرامج صحيح. للاجهزه الالكترونيه اللي هو عم يستخدمها اعرف شو هي الالعاب اللي لازم يلعب فيها الالعاب الالكترونيه لهذا الشيء المراقبه عن بعد شيء كثير ضروري ومهم يعني اليوم مسؤولية كتير صعبة على الأهل كمان هلأ خلقنا لهم مسؤولية جديدة وهي تعليم الإتيكيت للأطفال وطريقة التعامل طبعاً هي أساس بناء شخصيته وكتير بتفيده لقدامه ونتمنى أكيد مشاهدينا تكونوا استفدتوا من كل هاي النصائح والمعلومات اللي قدمنا لكم إياها وبدي أقول لك شكراً أستاذة نغم طرفي أهلا وسهلا فيك شكراً لك أستاذة وكل عام وأنت بألف خير وشكراً لكل المعلومات اللي قدمتيها وأكيد بنتمنى من كل المشاهدين يكونوا استفادوا من كل المعلومات والأفكار اللي قدمتيها أهلا وسهلا هلا حبيبتي